السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا مرحبا والدي الحبيب تاج راسي، والدتي قرة عيني، زوجتي، أولادي، أهلي بالشام، مشايخي، علمائي في كل مكان، كل من يتابعنا، كل إخواننا، حياكم الله. عيدكم مبارك، عيدكم مبارك. تقبل الله منكم صالح الأعمال، تقبل الله طاعاتكم. أسأل الله الحي القيوم أن يعيد العيد الجاي إن شاء الله، والأمة في عز وأمن وأمان ونصر للإسلام. والله يحفظكم جميع، وحيا الله كل من سأل عنا وكل من يعني أرسل لنا سلامه ومعايدته. الحمد لله، أسأل الله يحفظكم جميعا، وأسأل الله أن يديم أفراحكم، والله الله بالأنس والسعادة والانبساط. عبادة هذا اليوم تراها الفرح، افرحوا أولادكم وإخوانكم ومن تحبون. الله يحفظكم وحياكم الله جميعا.